بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء كل سنة طيبين. سهرة رمضانية وخمس دقايق جلدية، ويا رب تكونوا صاحيين معايا. اتأخرت عليكم برضه النهاردة شوية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هنكمل موضوع حب الشباب. كل سنة وأنتم طيبين، وتلت رمضان انقضى، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يتقبل مننا الصيام والزكاة والقيام، ويا رب يا رب يا رب تبقى دايما نقطة تحول في حياتنا. شهر رمضان ده اي ثينك يعني ان هو بيبقى نقطة تحول من السنة للسنة بنستناه. ومعاكم دايما باذن الله تعالى باذن الله تعالى في خمس دقايق جلدية، والحمد لله الفيدباك السنة دي الناس مبسوطة وحاجة جميلة جدا. بدأنا امبارح بموضوع حب الشباب، موضوع جميل وظريف ولطيف ولا ينتهي، وده هقوله. احنا اتفقنا اربع مرات امبارح، اتكلمنا على حب الشباب وبيحصل ازاي والايتيوباثوجينيسيس بتاعه. تعال بقى النهارده نتكلم على حاجه مهمه جدا، وانواع حب الشباب، وهل كل نوع ليه علاج ولا حب الشباب ده علاجه اسطمبه. انا بكره قوي اللي عامل روشتات مطبوعه، يدوس على شطه حب الشباب، يدوس على شطه فول. لا 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 لا، كل حاله وليها حالتها، كل حاجه وليها حاجتها. ونبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. واقول انواع حب الشباب. واحد، التروبيكال اكني. اتنين، تروبيكال اكني هي في التروبيكال اريا، في المناطق الاستوائيه. وعندنا في نوع من الاكني اسمه التروبيكال اكني، ده بيمتاز بايه؟ هذا النوع من التروبيكال اكني نوديوليسيستيك اكني، يعشق الشيست والارب والباك، ويبقى في الباك رهيب جدا جدا. ابطو اكني كونجلوبات سبيرنج الفيس، والفيس بيبقى حاجه بسيطه جدا جدا جدا. اتنين، بري منسترال اكني، وده دايما بقوله كل سنه، بري منسترال اكني. النوع التاني ده مهم جدا، هو ايه اللي بيزيد قبل المنستريشن؟ دايما بقول الرجاله سايكولوجيكال ستيبل، انما الستات يتحكم فيها شويه، وهذا لا يعيب الستات ابدا حبايبنا، من غيرهم نحن ولا شيء. الستات بتحكم فيهم هرموناتهم، يعني الست يا دكتور شريف اول ما الدوره بتنزل يبدا يزيد عندها هرمون الاستروجين. بتفرقعهم بايدك يا نور؟ طيب بتفرقعيهم، هقول لك انا حكايه الاكسكريتد اكني. حال الستات بعد المنستريشن يبدا يزيد هرمون الانوثه، تمام، ست هاديه انثى، يوصل ذروه الانوثه يوم الاوفيليشن. بعد الاوفيليشن الكوربس ليتيم يبدا يطلع البروجستيرون، البروجستيرون ده يزيد 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 لغايه قبل الدوره بالظبط، يا اقل البروجستيرون تنزل الدوره. طب هو البروجستيرون ده بيعمل ايه؟ ده سخيف جدا سخيف جدا. البروجستيرون ده من الحاجات اللي بتزود التنشن، بتزود البرين اديما. تخيل يا جماعه البرين اديما، فالست قبل الدوره بتبقى نار. عشان كده دايما بقول لك الست سايكولوجيكال انستيبل خلال الشهر. بعد الدوره ما تطلع الاستروجين وانوثه جميله وست زي الفل، يعني تبقى احلى ما يكون يوم الاوفيليشن انوثه بقى. بعد الاوفيليشن كوربس ليتيم بتطلع بروجستيرون اللي يزيد جدا 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 قبل الدوره، اللي بيعمل بري منسترال تنشن وستريس، والست مش طايقه نفسها. يا سلام يا سلام يا سلام بقى لو بتاكل شطه وترش كتير، فيزيد الايه؟ البرين إديمة، وتلاقي الست بتخانق مع دبان وشها. ايه البرين منسترال تنشن؟ بقولها وهقولها وهفضل اقولها على طول يا اسامه، هفضل اقولها على طول يا اسامه، اللي هو ايه؟ لو الست معتاد انها يجي لها بري منسترال اكني، لازم قبل الدوره باسبوع تاخد الدبسون. قبل الدوره باسبوع تاخد الدبس، يعني بري منسترال اكني على فكره بتنتهي تماما تماما مع الدوره، تماما اول ما الدوره بتنتهي. المشكله ايه؟ في ايه؟
ان مع التنشده دي ممكن الست تلعب في الحبوب وتسيب لك سكار او تسيب لك بيجمنتيشن، فهي دي المشكله. طب انا عايز امنع البريمنسترو اكني قبل الدوره باسبوع، ناخد كبسول 50 ملي جرام قرص الصبح قرص بالليل لمده اسبوع. خلي بالك جي 6 بي دي مع الدبسول تيك كير، يعني لازم يعني الحاجات والليبر والكلام الفارغ ده كله، بس يعني ايه تيك كير. يبقى البريمنسترو تنشن والمره ال 7000 اجي اقولها هندي العيان ايه؟ دابسون 5 ايام او اسبوع قبل الدوره. انسى انك تشوفي ابدا ال 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 الاكل ان شاء الله. طيب عندك ايه كمان؟ احنا قلنا التروبيكال اكني، 2 بريمنسترال اكني، 3 اكسكريتد اكني. بشوف كتير جدا 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 جدا. هقول لك حالا حبايه تحت الابره تقاس اعملوا ايه؟ بس واحده واحده. اكسكريتد هو نوع من انواع الاوبسيشن، عامل زي ارقط الضوافر، عامل زي ارقط الضوافر. على فكره اكبر غلط في الدنيا لو ابنك او بنتك بتقرقط ضوافرها وتقعدي على طول تلبيها وتشخطي فيها وتضربي على ايديها وتهدديها، ده بيزود التنشنه. فالحاجه الانكوتيلومانيا او تراكوتيلومانيا، اي حاجه فيها اوبسيشن اوعى تضغط على العيان. زي الاكسكريتد اكني، الاكسكريتد اكني تفعيص الحبوب. انت مش هتصدقي او في مننا مش هتصدق مدى متعه العيانه او العيان وهي بتفعل الحبوب، ومدى زعلها وندمها لما بتشوف السكار او البيجمنتيشن. بات شي كانوت ستوب، بتقدرش توقف لذه انت ما تحسهاش او ما يحسهاش غير اللي عنده الاكسكريتد اكني. لذه رهيبه جدا ساعه التفعيص، لذه غير عاديه. طيب هو سببها ايه؟ ستريس. وكل ما يزيد الاستريس كل ما يزيد الاكسكريشن. طب ما انت يا ماما لما تيجي تضغطي على البنت ما تلعبيش في وشك، لو شفتك لعبت في وشك هسوي واعمل واجيب وازوي، ها؟ هيزودك تنشن فيها. طب الله ده اوبسيشن، ده وسواس. هنعالجه ازاي؟ اوعى تقول لي بقى بنعالجه زي الاكني. احنا بنعالجه ازاي؟ رقم واحد فرشتتك لازم تدي الاس اس ار اي سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور السبراليكس، او المصري الجميل جدا السبرا برو 10 مللي جرام مر قرص واحد في اليوم بالليل. خلي بالك معايا ويمكن يوافقني دكاتره الطب النفسي او يخالفوني، بس الكلام ده متبع. بندي العيانة قرص واحد في اليوم، وقول للعيانة لما تعد السبراليكس أو السبرا برو أول أسبوع أول 10 أيام هتحس نفسك مش موزونة، شوية شوية بتنامي شوية شوية أرق مش موزونة، بس بعد اليوم 7، 8، 10 الدنيا تبقى زي الفل، بتظبطي كمية مخك، الإكسكريشن هنقل واحدة واحدة والدنيا هتتعالج. يبقى رقم واحد الاس اس ار اي في الشتة. بعد كده بقى عايز تدي الايزوتريتينين، بتقول للعيال انا هحرمك من متعه اللعب في وشك. ازاي؟ الاس اس ار اي سيلكتيف سيروتونين ذا ابتيك انهبيتور هيتاخد. 2 ودي بقى الايزوتريتينين، ودي التوبيكال انتي اكني ايجنت اللي هنتكلم عليها. وبجد العيانه اسبوع 2، 3، 4، 5، 6 مش هتلاقي حاجه تلعب فيها، هتخف. بس ما ننساش الاس اس ار اي. طيب عندك ايه كمان؟ الحاجات الجامده بقى الاكني كونكلوباتا والاكني فالمينانس. الاكني كونكلوباتا ده سيفير نوديولوسيستيك اكني في الفيس والترانك والباك، والموضوع صعب جدا ومشكله عيله. وعلى فكره خلي بالك في الاكني كونجلوباتا، في الاكني كونجلوباتا ممكن نعمل اميزو. مساء الفل حبيبي، مستنيك بكره. بعد بكره اوعى تيجي بكره، بعد بكره اميزو مستنيك. طيب مساء الفل عليك يا معتز. خلي بالك في الاكني كونجلوباتا لازم ندي الايزوتريتينوين بالهايست دوز. ايزوتريتينوين ده نتكلم عليه يوم لوحده. وانا على فكره ليا 3 محاضرات على اليوتيوب شانل بتاعتي على الايزوتريتينوين، بس كل سنه
هتلاقيني بزود 6. دكتوره حنان هقول لك امتى هنوقف الاس اس ار اي؟ والله لا اقول لك، برافو عليك، هرجع لك اقولها. الاكني كونجلوباتا بندي الايزوتوستان بالهايس دوز مش كفايه، وبدي مع استرويد لو دوز، يعني بتدي اقل من نص ملي جرام بر كيلو جرام بدي ويت، يعني بتدي تقريبا 10 ملي جرام. تمام، بتدي ايه كمان؟ ودي الانتي بايوتيك. يا نهار اسود، تدي انتي بايوتيك مع الايزوتوستان؟ ايوه، ودي دبسول كمان. يا نهار ابيض، مش كتير؟ لا مش كتير. انت خايف من ايه؟ انا خايف من الديزيز، بالذات في الاكني فالمنس. ده الاسترويد اذا ماست في الاكني فالمنس، خلي بالك اكني فالمنس ده مش بس حب شباب، فيتل نوع طبعا، عشان بس لو حد من المرضى او الغير دكاتره قاعدين معانا، في نوع من انواع حب الشباب ممكن يبقى مميت، بس طبعا مش اللي احنا بنشوفه ده، مش اللي انتوا بتشوفوه خالص خالص، ولا عمرك هتشوفه. دي حاجة خاصة جدا جدا بدكاترة الجلدية، وحالات نادرة جدا جدا، بس أنا بتكلم دلوقتي مع أطبائنا. يبقى في الأكني كونجلوباتا ببدأ بالأيزوتوتنوين هايس دوز، وبخش بعمل أنتي بايوتيك، وزي ما اتفقنا الأنتي بايوتيك يتاخد مع أيزوتوتنوين لازم يبقى أزيثرومايسين أو كليندامايسين، أوعى البيبراميسين. تلاتة، ندي ستيرويد، أيوه 10 مللي جرام 10 مللي جرام في اليوم. أربعة، ممكن ندي الدبسون 50 مللي جرام في اليوم، ونبدا نقلل جراديولي اكوردنج للاستجابه. طيب هل في الاكني كونجلوباتا ممكن نخش باي مانوفر مع السيستميك سيستميك دراكس؟ ايوه طبعا، خش يا عم بالبيلينج. انت بالك انت الان ايه؟ البيلينج من الحاجات الجميله جدا والافكتيف جدا 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 في علاج الاكني كونجلوباتا. طيب عندك ايه كمان؟ عندك الجرام نيجاتيف فليكولايتس. الجرام نيجاتيف فليكولايتس هو من انواع، لسه مش ناسي يا دكتوره حنان حكايه الاس اس ار اي هنوقفه يعني امتى. جرام نيجاتيف فليكولايتس، ايه رايك بقى ان الموضوع ده سخيف جدا وبيريزيست وبيريزيست؟ الجرام نيجاتيف فليكولايتس من الحاجات السخيفه جدا 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 اللي بتريزيست وتبرزيست، وبيجي لك العيان بباسكلر او بابيول باستي ايربشن حوالين النوز حوالين الماوس، ممكن يضرب على الشيست ممكن يضرب على الباك، بس عشق وغرام وهيام للنوز والايكولاي والكليبسيلا من الحاجات المتهمه. ايكولاي وكليبسيلا، والنبي خلي بالك بقى، جرام نيجاتيف فلوكولايتس يوم ما تحب تدي انتي بايوتيك لجرام نيجاتيف فلوكولايتس مع الايزوتريتينوين ادي امبسلين. محدش كتب وراي، محدش كتب وراي، هو كله خلاص في مخه دلوقتي. ما دام هو اكني يبقى هندي الايزوتريتينوين، ولو في انتي بايوتيك يبقى ازيثرومايسين او كليندامايسين زي ما بنقول. لا، في حالات الجرام نيجاتيف فليكولايتس هندي الايزوتريتينوين وهندي الامبسلين، الايزوتريتينوين والامبسلين. تيك كير خالص 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 من الفيبرومايسين طبعا. طيب، ونخلي العين يحط التوبيكال فيوسيليك اسيد فيوسيدين حوالين البق وانترانيزل، اقول له حط الكريم على قطنه ودان ودخل في مناخيرك والدنيا هتبقى زي الفلين ان شاء الله. طيب، في بايوديرما فاشيال، بايوديرما فاشيال، ايه البايوديرما فاشيال ده؟ البايوديرما فاشيال هو اكني بيحصل في تشيست باك فيس اكني لكبار السن، مش كبار السن طبعا، يعني الشباب، يعني اكتر من الشباب شويه اللي هو سن ال 30 ولا 40. طبعا 40 ده مش كبار سن ولا حاجه، عشان ما حدش يزعل مني، تلاقي الستات كلها عملت لي بلوك. 40 سنه ده احلى سن للفيميلز، احلى احلى سن طبعا. بس تخيل بقى 40 سنه 45 سنه وبيجي لها بايديرما فاشيال اكني فورم ليجن، طبعا بتبقى متضايقة جدا وزعلانة جدا، وبنعالجها برضو بالايزوتريتينوين with or without antibiotic. في حاجات في الكولايتس اسمها اكني، بس هي مش اكني، يعني هي في الكولايتس زي الاكني النكروتيكا، تعشق الفور هيد والانتيريور هير لاين، ويجي لك العيان بنكروتيك بابيول، ودي برضو الصاحق المحق الذي لا يصد ولا يرد. الشباب مستمر 80 سنة، 79 79
نديها سيستمك ازيس 9 وتوبك الانتي اكني ايجنت. وفي الاكني اللي بتيجي على الاكني كوليداليس، هي برضو نوع من انواع الكرونيك فوليكولايتس وتيجي عند النابلس ذا اسمها اكني، وهي اكشوالي فوليكولايتس. وايه الفرق؟ هنعرفه ان شاء الله ليتر. طيب في حاجه ثانيه مهمه جدا، التراكشنال فوليكولايتس. التراكشنال فوليكولايتس في ناس بتعتبره فوليكولايتس، وفي ناس كتير قوي بتعتبره اكني فورم ايربشن. اكني فورم، لحظه بس الموبايل هيفصل ثانيه واحده. تمام كده لحقت المحاضرة. طيب كنا بنقول التراكشنال فوليكولايتس ده احكي لكم عليه حكاية. التراكشنال فوليكولايتس بنشوفها كتير فين يا جماعة؟ دي بنشوفها كتير 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 مع النيولي ماريد فيميل اللي عندهم سنسيتيف سكين، وهتتجوز ان شاء الله بعد بكرة، وبعد تعمل سويت في اماكن غير معتاد ازاله الشعر منها. تمام، يحصل ايه؟ اتراكشنال فوليكولايتس. وطبعا بتبقى الست متضايقه جدا جدا جدا، والزوج مخضوض، ايه ده؟ في ايه؟ ايه الحبوب دي؟ المونومورفيك الرهيبه اللي ماليه جسم العيانه ده، في ايه؟ طبعا هي دي كلها نوع من انواع الفوليكولايتس تسميها اتراكشنال فوليكولايتس، وبتبقى مونومورفيك اللي زيها او قريب منها بس سببها الكورتيزون الاسترويد اكني. طيب الاسترويد اكني ده، الاسترويد اكني ايه الصوت ماله؟ الاسترويد اكني، استرويد اكني بنشوفها مش قليل. العيان بياخد الكورتيزون يبدا يجيله، خلي بالك معايا بقى، مونومورفيك بابيلر ايربشن، عشق وغرام وهيام في الفورهيد تشيست الباك، وتبقى اهم حاجه انها بتبقى مونومورفيك، كلهم شبه بعض بالظبط. وسببها ايه؟ احد الاسباب بتاعه الاسترويد اكني بيقول لك ان الاسترويد بينشط النورمال فانجل الكومنسال بيتر سبورم وفيلا وربيكيلات اب تو انها بتعمل اكلوجن للسبيشيس او البايلو سبيشيس اورفيس، تعمل اكلوجن البايلو سبيشيس اورفيس، فتعمل لك يونيفورم بابيلر او بابيلو باس ايربشن في الفيس والباك. وطبعا ما تستغربش لما اقول لك الاسترويد اكني بنعالجها بالسيستميك انتي فانجل. ليه؟ ما احنا لسه بقول لك اهو، احد الثيرز اللي بتفسر الاسترويد اكني ان الاسترويد نفسه بينشط الفانجل كومنسال، فيعمل لك اكلوجن وتتعمل مونومورفيك ايربشن، فبنديها سيستميك انتي فانجل. حد يقول لي طيب هو الاسترويد اكني ده بنعتبره نوع من انواع الاكني ولا ده نوع من انواع الاكني فورم ايربشن؟ اقول لك لا، هو اكشوالي بجد 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 هو من الاكني فورم ايربشن، مش نوع من انواع الاكني. يبقى دكتور حنان مش ناسي سؤالك واجاوبك حالا. انواع الاكني طبعا اللوجيك او الكومن او الكومن سكوز اوف اكني هو الاكني فالجارس، حب الشباب اللي اتكلمنا عليه امبارح، اللي البرايمري ليجن بتاعه الكوميدو، كوميدونز، بلاك كوميدونز او وايت كوميدونز، بابيول، باستيول، بابيلو باستلر، نوديول، سيست، اسمه الاكني فالجيرس، يجي في سن الشباب في الاماكن المعتاد عليها حب الشباب طبعا فيس تشيست ار باك. حلو قوي. طيب ايه بقى الانواع اللي انت قلتها لنا النهارده؟ واحد التروبيكال اكني، كلمه واحده، سبيرنج فيس، يجي في الترنك. اثنين بري نيستول اكني، هقولها لك في ثلاث كلمات، قبل الدورة قبل الدورة، بروجسترون دبسه، اكسكريتد اكني اهو اكسكريتد اكني، اس اس ار اي سيلكتيف سيرتين ابتيك انهبيتور. بص بقى يا دكتورة حنان، انت بتسألي
الاس اس ار اي ده هاخده العمر كله ولا هاخده الفتره؟ بص معايا وافهمي الحته اللي جايه دي. الاس اس ار اي لو الموضوع اللي عندي الموضوع النفسي اللي عندي حاجه اكيوت حاجه ترانزينت مش محتاج اخده طول العمر. بمعنى حد اتعرض لستريس عنيف جدا، مش هيقول امثله، استرس عنيف بس استرس مش الضغط النفسي اليومي، استرس عنيف جدا. والست اصلا استرسفول بزياده وهي تعرضت لستريس. خلي بالك بقى اللي بيحصل. بندي الاس اس ار اي وبقول للعيان اول اسبوع 10 ايام بتحسك مش موزونه. بعد ال 10 ايام هتحس انك فصلتي. And I mean it فصلتي. الاكزاجيريشن للاحداث بتقل. هتفضلي تاخدي الموضوع ده او تفضلي تاخدي الاس اس ار اي السيبراليكس السيبرابرو السيبرام هتفضلي تاخديه لمده تقريبا 3 شهور. ممكن بعد كده نقلله واحده واحده لمده كمان 3 شهور. خلي بالك معايا. اللي بيحصل ايه؟ انفعالك او تفاعلك مع الاحداث بتقل عن طبيعتك. ده واحد. اتنين، الانكونشس بتاعك بيحب الحياه الهاديه بتاعتك دي فمش عايز يرجع لها تاني، فيوم ما ابدا اسحب السيبراليكس او السيبرابرو واحده واحده ان شاء الله ان شاء الله مش هترجعي لدرجه الحده اللي فاتت. في حاله زي الاكسكريت الاكلي انا بدي السيبراليكس او السبرا برو 10 ملي جرام كل يوم لمده من 3 ل 6 شهور. اللي بيحصل ايه؟ على الجانب الاخر بدي ايه الايزوتريتينوين وانتي بايوتيك او داوت انتي بايوتيك. كده انا بحرم العيانه من وجود حبوب تفقعها وبدي العيانه حاجه اس اس ار اي يعني انكزيليتيك انتي ديبريسنت انتي اوبسيشن فهتقلل معها الشعور بلذه التفعيص. هتاخدها 6 شهور خلص الاكني بعون الله، الاستريس يهدى بعون الله، الانكونشس مش عايز يرجع لما كان عليه، خلص الموضوع. لا ده الهايدرونايتس سابيوريتيف ده يا دكتور نرمين دي محاضره وهقول لك الجديد اللي فيها الساحق الماحق الذي لا يصد ولا يرد كوزنتاكس. احنا كنا بندي الهيوميرا اصل ده موضوع رهيب جدا رهيب جدا. الهيوميرا جميل بس الكوزنتكس ما شاء الله ما شاء الله في الهيدرونايتس سيبيوريتيفا. لا ده محاضره ده محاضره. وهنعمل جراحه ولا ندي الكوزنتكس ولا ندي الاثنين ولا نعمل جراحه ديدلي از بوسيبل وندي لا 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 ده موضوع ده موضوع وهكلمك عليه. وان شاء الله باذن الله تعالى عيانين الهايدرونايتس سابيوريتيفا ان شاء الله ان شاء الله قريبا قريبا هنقول لهم الحمد لله على السلامه باذن الله بالنتائج الرهيبه اللي عملها الكوزنتكس مع الهايدرونايتس سابيوريتيفا. لا 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 الموضوع مختلف تماما. يلا عشان ايه ما نضيعش من بعض، احنا قلنا ان واحد الشباب النهارده التروبيكال اكني البريمستول اكني الاكسكريتد اكني الاكني كونجلوباتا والاكني فالمنانس والبايديرما فاشيالي بيحصل للكبار والجرام نيجاتيف فولكولايتس. وقلنا الجرام نيجاتيف فولكولايتس ده اللي بيعملها الاي كيولاي والكليبسيلا. ولما تيجي العلاجه تحط التوبيكال في سيدين حوالين النوز وجوه النوز والعيان طبعا هيتحسن كتير 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 كتير. طيب لما اجي عليك حب الشباب على فكره نص عياداتنا حب شباب او كومبليكيشن بتاع حب الشباب. تمام حب الشباب والكومبليكيشن بتاعه نص العيادات كده. طيب لو جالك العيان بفيري مايلد اكني، حد يقول لي كده هنعالجه ازاي؟ حد يقول لي لو عندي معلش. طيب حد ارجع تاني اقول
حب الشباب هنعالجه ازاي؟ لو فيري مايلد اكني، والنبي يا جماعه والنبي والنبي انا عايزك تحط في بالك نقطه مهمه جدا بليز دكاترتنا واخواتنا الصغيرين، عيان جاي لك بفيري مايلد اكني، ده جالك ده جالك هو متأذي، انت تقييمك للحالة ده فيري مايلد، بس لا تقلل من حجم شكوته وما تزودش طبعا، تمام؟ بس يو هاف تو ديل وذ هي سايكل كونديشن. حد شغال مذيع ممثلة وعندها فيلم وطلع لها حباية واحدة هنا، هاو تو ديل وذ، لما ايه ده ما تستهيفهاش يا عم، مش لا 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 لا، واحدة واحدة كده. احنا في الحالات الفيري مايلد صحيح بندي الانتي سيبتيك ووش بس ممكن يا جماعة اللي قلت لكم عليه امبارح الجميل قوي 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 بالتوبيكال دابسون دابسوكريل، اكتب عندك دابسوكريل بتاع شركة ماركريل، حط عليها يوم اثنين ثلاثة. حلاوة الدابسون ايه؟ ملوش اي ريزيستنس ترين، هيستجيب هيستجيب غصب عنك. زي مين يا جماعه؟ زي البنزايد بيروكسايد. البنزايد بيروكسايد ده مش انتي بايوتيك، هو انتي اكني ايجنت، يعني كيراتوليتيك كوميدوليتيك، خلي بالك معايا، انتي انفلاماتوري، بس تخلي بالك عشان هو فوتو توكسيك. فدايما هتقف كل الكتب اللي احنا بندرس من كل المراجع اللي في الحياه يقول لك اول علاج واحسن علاج للاكني البنزايد بيروكسايد. ليه؟ عشان مش انتي بايوتيك، ملوش ريزيستنس. فين؟ مين الجديد بقى اللي ملوش ريزيستنس؟ فين؟ الدابسوكريل، الدابسو، الحاجات الجميله جدا جدا. تمام؟ طيب في المايلد اكني انتي سيبتيك فيشل ووش، وهل فيشل ووش ليه دور؟ طبعا طبعا. انا عارفين بحب مين؟ الماليندا، ماليندا حلو قوي بتاع بلوبل حاجات، وال الستارفيل، ستارفيل يا خرابي على حلاوته، ودراينج ايجنت جميل، وحاجات مصريه جميله جدا واسعارها رخيصه جدا، حاجات جميله يا خرابي. يعني بجد احنا اكتشفنا المنتج المصري في ظل الظروف الماضية والمقاطعة والكلام ده، والله العظيم ثلاثة ان احنا عندنا كنز وعندنا شركات تتشال على الدماغ من فوق. طيب في الماي فيري مايد اكني زي ما قلنا انتسبتيك ووش، بس اي حاجة بقى التوبيكال دابسون او بنزايد بيروكسايد، بس بنزايد بيروكسايد ايريتنت شوية، اللي مش ايريتنت زيه قوي الريتينويدز، هو ايريتنت بس مش قوي. طب في المودرة اكني بندي سيستميك انتي بايوتيك مع التوبيكال ثيرابي، ايه هم التوبيكال ثيرابي؟ هنتكلم عليهم ان شاء الله. في الفير في من مودرة تو سيفير اكني طبعا الصاحق المعق الذي لا يصد ولا يرد الايزوتريتينوين، اللي هنتكلم عليه بكره بالتفصيل ان شاء الله. بكره بقى هنتكلم عن السيستميك انتي اكني ايجنت بالتفصيل، هنتطرق شويه للهايدرودينايتس، ونبدا نتكلم على هاو تو تيك ا ديسيجن تو تريت اور تو كنترول البوست اكني بيجمنتيشن او سكور، وما هي حقيقه البيلينج، الجروث فاكتور، البلازما في علاج السكور، الليزر، الفراكشنال ليزر والفراكشنال اي اف ار اف والحاجات دي كلها، واللونج بلست اندياج ليزر في علاج، وهو الساحق المحق الوحيد في علاج الاريثيماتس اكني ليجن بيرزيستنت اتروفيك اريثيماتس اكني ليجن. مين الساحق المحق الذي لا يصد ولا يرد؟ الاندياج، اللونج بلست اندياج. طب الكيو سويتش ممكن يشتغل؟ مفاجأة بقى، ممكن يشتغل ازاي؟ مش هقول لكم دلوقتي، استنوني بكره محاضرة براكتيكال مهمة جدا. النت عمال يقطع، معلش. بكره ان شاء الله محاضرة مهمة جدا،
انهي محاضره، ويا رب تكونوا استفدتوا. اسالكم الدعاء، وان شاء الله باذن الله تعالى بكره اوعى دونت مس تومورو ليكتشر، ان شاء الله مفيده جدا. اتخاذ القرار من الحاجات المهمه جدا، انت هتعمل ايه.